اي واحد يقدر يدير هذه العمليه، ما كتطلبش منك جهد كثير ووقت قليل. الفكره ديال فيريو كاروش ماروك هي غسل السيارات بدون استهلاك هذيك الكميه المعروفه في قطاع غسل السيارات اللي تتراوح بين 60 100 120 تمشي حتى 200 لتر ديال الماء. مشينا حنايا بهذه الفكره هذه بان بامكاننا نلقاو واحد البديل الغسل السيارات كيف كانت يدار، ولكن بطريقة إيكولوجية تنحافظوا فيها على الماء، تنحافظوا فيها على السيارة، تنحافظوا فيها على الطلاء ديالها. تنعاني وحنا من واحد الموجة ديال الجفاف اللي مازال ما قالش الكلمة الأخيرة ديالها كيف تنقولوا يعني، وماشي في المغرب، في العالم بأسره. هاد الموجه ديال الجفاف وديال الحراره اللي غاديه من المغرب للجزائر، تونس، مصر، الخليج العربي، كل هاد دول يعني معرضه لهاد الجفاف هذا ومعرضه لهاد الالتباس الحراري. يعني تنحبد لو هاد المبادره بحال ديالنا يكون عندها يعني مثيلات ديالها في دول عربيه اخرى اللي يمكن نتواصلوا معهم، نخلقوا شراكات، نطوروها ماشي بالمعنى التجاري فقط، ولكن بالمعنى كذلك من ناحيه التحسيسيه، من ناحيه البيئيه، لان في الوطن العربي احنا محتاجين ان نحافظوا على الماء. سي فاسيل، هانتي شتي، سي سامبل، اي واحد يقدر يدير هذه العمليه، ما كتطلبش منك جهد كثير ووقت قليل. باختصار شديد، الماء هو صمام امان في اي بلاد.